مرحبا بكم من جديد في حلقة اليوم من برنامج المرآة. سنتحدث عن العسر التعلمي داخل المجتمع العربي وكيفية معالجته أو التعامل معه. والآن أرحب بضيوفي في استوديو: يسرى عبد الغني، أخصائية ومعالجة العسر التعليمي، نائلة تلس أبو شقرة، مشخصة ومرشدة تربوية، وعلي سرحان، طالب يعاني من العسر التعلمي. مرحبا بكم. بداية سأبدأ معك أستاذة نائلة، يا ريت تشرحي لنا بداية، يعني العسر التعلمي هو عنوان كبير ومجال بحد ذاته وفي طياته الكثير من المصاعب. يا ريت بداية نعمل ترتيب معين مع هذا المصطلح. صراحة صعوبات التعلم هي يعني تتشكل أو تتكون من كثير من الصعوبات. خلينا نقول من بداية من صعوبات التعلم اللي هي بتتمركز بصعوبات كيف ذكر التقرير، هي على أساس عصبي تطوري، اللي هي بتتركز في المجال التعليمي اللي هو العسر القراءي، العسر الكتابي، العسر في الحساب. فإحنا بنحكي عن صعوبات مختلفة اللي ممكن ترافقها عدد من الصعوبات، مثل صعوبات في الانتباه والتركيز، صعوبات في الانتباه لحاله، مع صعوبات في الحركة الزائدة. يعني إحنا بنحكي عن مجال كبير في الصعوبات، غير إنه إحنا بنحكي عن صعوبات مرافقة للعسر التعلمي. يعني ممكن أنا بشغلي كمشخصة تربوية أشخص طالب اللي هو ممكن عنده عسر قرائي بدون لا يكون عنده لا إفراط في الحركة ولا صعوبات بالتركيز ولا عنده صعوبات في الذاكرة، ولا إحنا بنحكي عن صعوبات اللي هي خاصة مثلا في القراءة. ولكن ممكن أشخص طالب آخر اللي هو عنده صعوبات في القراءة أو صعوبات في الحساب أو صعوبات في الكتابة، ولكن عنده فرط حركة، عنده صعوبات في الإصغاء والتركيز، عنده حركة زائدة. فإحنا بنحكي عن صعوبات مختلفة اللي هي ممكن تكون مرافق لإلها صعوبات. بالإضافة لأنه أنا بدأ أقول مهم، يعني معلومة مهمة بالنسبة للصعوبات، صعوبات التعلم هي كيف بيقولوها قوس من الصعوبات. هذا القوس ممكن يكون بيبدأ من صعب جدا أو بيبدأ من سهل جدا لصعب جدا، وهذا بتعلق ب رح نحكي عن البيئة الداعمة، بتعلق كيف بالطبع الإنسان بتعامل مع صعوبته ومعاملته ومعالجته. ولكن نحكي عن إحنا فجوة بين القدرات الذهنية تبعت الإنسان أو الطالب وبين أدائه وترجمتها على الأرض الواقع من ناحية تعليمية. هاي الفجوة هي اللي بتحدد كديش مدى الصعوبة عند اللي بيعاني من العسر التعلمي. يسرى، كيف بإمكاننا أن نعالج هذه الفجوة؟ بداية أنت مدرسة وأيضا مدرسة علي، وتقومي في مساعدته في تخطي هذه المصاعب. كيف بالفعل تتم معالجة هذه أو التعامل مع هذه المصاعب؟ أول إشي شكراً لكم أنكم دعيتونا بهذا البرنامج بداية السنة الدراسية، لأنه بداية السنة الدراسية في كثير أهالي اللي بتعرفش كيف تتعامل مع أولادها اللي عندهم عسر تعليمي، بعرفوش وين يروحوا، بعرفوش وين يتوجهوا. شكراً لكم، لأنه كثير من الأهالي اتصلوا لي وهن مش عارفين شو بدهن يعملوا شو بدهن يساووا. كيف إحنا منعالج الأولاد اللي عندهم عسر تعليمي؟ بصراحة في عنا أشياء اللي منقدر إحنا ننتبه لها للولد قبل ما يفوت المدرسة، اللي هي بتضوي عنا ضي أحمر. أنا بدور كأم أو بدور معلمة روضة أو بدور معلمة بستان، لما الولد بيجي عندي مخارج الحروف عنده أغلبها مش سليمة 100%، هذا لازم يضوي عندي ضي أحمر، يقول لي مثلا في الولد إنه لازم له إشي. مثلا لما أنا بحكي للولد روح جيب هذيك الشغلة ويبقى صافن في الولد ومش عارف شو بده يجيب، لما أنا بحكي وهو بتطلع فيه ومش عارف، يعني بكون في عنده أحلام اليقظة، أو بالصف قاعد ومش المعلمة بتشرح وفي عنده هو عالمه الخاص، يعني بتطلع على المعلم وبصافن، هاي بيقولوا لها أحلام اليقظة. إحنا هذا لازم يضوي عنا ضي أحمر، يعني قبل المدرسة وبالمدرسة. لما أنا بشوف الطالب بتخربط بكثير شغلات، مثلا طالب عمال أنا بنقله، ماذا تفعلين في هذه المرحلة؟ هل تتوجهي إلى الأهل، إلى أهالي الطلاب؟
أنا بدوري كمعلم معلومة أنا بتوجه لأهالي الطلاب، أنا بتصل، أنا بعمل اتصال، أنا بحكي للأهالي إنه الولد عندي في عندي عسر تعليمي، شو لازم أساوي معاه، شو لازم أعمل معاه. أيضا سنتكلم أكثر حول بالفعل معالجة هذه المصاعب بالأخص داخل المجتمع العربي، لكن قبل ذلك سأتوجه إليك علي، احكي لنا عن المصاعب اللي أنت بتواجهها في المدرسة مثلا. يعني أنا مرات لما بيعطوني أقرأ إشي أو إنه أجاوب على أي إشي، مرات بستصعب أقرأها من التشكيل أو من التنوين أو من هاي الشغلات، ومن صعوبات كثير. مين عرف إنه عندك مشكلة؟ أهلي. أهلك؟ وأهلك توجهوا للمدرسة أو للمعلمة أو؟ لا، للمعلمين. ويسرى أنت تدرسي علي وتعلمينه يعني الطرق لمعالجة أو للتعامل أو للتعايش مع هذه المصاعب، ما هي بالفعل يعني ما هي الطرق أو التمارين، طرق العلاج؟ طرق العلاج للأولاد ذوي العسر التعليمي مش طرق، مش زي كيف المعلم لما بيجي بفوت بيشرح بالصف. لما إحنا بيجي عندنا ولد عنده عسر تعليمي، أول إشي بناخذ التشخيص تبع اللي بكون معه. التشخيص اللي بكون معه بدلنا بقولنا إن إحنا شو نشتغل مع الأولاد. في أولاد بكون عندهم مثلا في عندنا التمييز السمعي والتمييز البصر. في أولاد بكون عندهم مشكلة مثلا بالتمييز السمعي. مثلا الأحرف المتشابهة لفظا بيجوا بيعرفوش وين شو يكتبوها، بتخربطوا فيها. في أولاد عندهم بكون بالتمييز البصري، بكون عندهم الكتابة صعبة عليهم كثير، والقراءة كمان بكون صعبة عليهم كثير. عندنا عمليتين، إحنا عملية إن إحنا الكتابة هي من الكتاب، ان احنا من بعقلنا بنطلع من عقلنا بنكتب على الورقه، والقراءه من الورقه احنا بنفوت لعقلنا. بدنا نعرف احنا حسب التشخيص اللي بكون معنا شو نشتغل مع الاولاد. انا بصراحه متبعه مع الاولاد شطات رفيف اللي تعلمتها بجامعه طريقه معالجه اللي هي فيها الولد بنطونا استراتيجيات اللي نساعد الولد كيف يطلع الضغط اللي عنده. مثلا بيجي عندي انا مثلا ولد عنده عسر تعليمي، وانا اعلمه بكون يكتب مثلا هو بايده اليمين، بنطيه معجون يمسكها يشتغل فيها بايده اليسار، بهاي الايد هاي الحركه هو بطلع الضغط، مش حرير لاحظ بتركز. نعم، يخرج الكتابه تبعته، يخرج الطاقه تبعته عن طريق المعجون. نعم، بتركز بالنقطه تبعته، بكون عنده الكتابه والقراءه اسهل. نائلة، يعني أريدنا أن نتكلم أكثر حول معالجة أو التعامل مع هذه المصاعب داخل المجتمع العربي. يعني نحن نسمع الكثير من الصفات، يقولون للطالب أنه غبي وثرثار وعصبي ولديه الكثير من المشاكل ومن الصعب أن نتعامل معه. لماذا داخل مجتمعنا العربي لا يوجد لدينا الوعي الكافي لهذه المصاعب؟ أو حتى أكثر من ذلك، أنا سأقول لك نائلة، يعني حتى أعتقد حسب ما أرى بأننا لا نعتبر هذه المصاعب أصلا كمشكلة أو يعني كعائق، وإنما حتى سمعناها كثير دلع أو أمراض جديدة. طبعا رنين، يعني احنا بنحكي عن تفاوت في الاستيعاب هاي المشكله بمجتمعنا العربي. طبعا في عنا خلينا نقول شريحه معينه اللي هي في عندها وعي، وفي شرائح اللي هي فيها تفاوت في الوعي وادراك هاي المشكله. هاي المشكله هي حتى في عنا معلمين، يعني انا واجهت في ارشادي للمعلمين وبشغلي بالتشخيص كمعلمة وكمرشدة تربوية، إنه حتى معلمين مؤهلين في كليات وهم مش واعيين ولا مدركين إنه هناك في صعوبات لولد اللي هو مش بإيده، يعني هو مش بتدلع ولا هو عنده يعني بده يعمل يشاغب لأنه بده يستفز. يعني أحياناً المعلم بفسر إنه هذا الطالب بده يستفزني، هو بأخذ الأمور شخصية، مشاغب بوصفه بأوصاف اللي هي جداً صعبة. والطالب فجوات يعني الفشل المتكرر وعدم فهمه، يعني احنا عدم فهمه، يعني احنا بنحكي عن طالب اللي هو فات بمرحله البستان. احيانا انا بقول لك رنين، احنا عندنا مشكله
بصعوبات التعلم بتظهر بمراحل عمرية مختلفة. يعني مثلا بصف الثالث في عنا قفزة في الإدراكات وحتى في المنهاج التعليمي. هاي الفجوة أحيانا ولد بيكون بصف الثاني إما بتيجي بتقول إنه هذا الولد كان ممتاز هسا هو صار جيل 60 يعني. فإحنا بنحكيهم كمان بالسابع في عنا فجوة بين الابتدائي والإعدادي كمان بالعاشر. فهاي المنهاج لما بصير في إدراكات عالية في طبعا متطلبات المنهاج التعليمي بيكون في بحاجة لإدراك عالي، تفكير عالي، تحليل تركيب، إحنا بنحكي عن المهارات الذهنية العالية. هون تبدأ تظهر الصعوبات إذا بيكونش صعوبات ظهرت من زمان لما في لما في مثلا اهلي بيكونوش واعيين. اذا بودي انا مثلا طالب اذا طالب مثلا بحب اشدد على هاي النقطه انه احنا بصف ثاني والولد بدا يستوعب الاشياء ببطء، البطء الشديد ابني بنسى، بودي يشتري بنسى، ابني مثلا ببعثر شغلاته، ابني خلينا نقول متبعثر فيش عنده تنظيم. في مؤشرات كيف حكت الست يسرى، في مؤشرات كثير ممكن تأشر لي لأنا كأهل وإحنا كمهنيين. ولكن بمجتمعنا العربي أنا بحب أقول لك إحنا مثلا أنا كأكاديمية بروح تطوع لمحاضرات توعية على أنه إحنا موضوع إحنا عنا مشكلة اللي نسبها هي تتعدى يعني نسب هائلة. طبعا من المدرسين الأهالي المجتمع يعني نحن نتكلم عن عمل يعني احنا يعني واجبنا المهني واجبنا الأكاديمي ان احنا نوعي كمان المعلمين احنا انا بالكلية كمان المعلمين وكمان الشرائح المجتمع العادي. انا بروح انا بعمل محاضرات لأمهات عادية ولآباء عاديين حتى عن جد يحسوا كديش مهم ان احنا كأهالي ندرك قدرات ابننا. لانه كثير اولاد لما انا بصراحة يعني بدي اشاركك بتجربة تفضلي كان طالب بصف التاسع وانا بعمل له تشخيص والطالب بكله أنا يعني إحنا بنفحص عدة مهارات ذهنية خلال التشخيص منها التفكير الغير كلامي اللي هو فيه بفحص نوع من الذكاء. فالطالب جاب علامات جاب نقاط عالية جدا فبكله أنا أنت عندك أنت طالب عندك قدرات عالية له بكل بجاوبني جواب مؤلم وأنا لحد الآن بتقشعر بدني لما بسمع بكل أنا طول الوقت كان يقولوا عني ولد غبي. يعني لما بتحسي انه لما بتحسي انه احنا بنشتغل مثلا مع طالب بصف السابع ما كانش يعرف الحروف وفجاه بصف السابع احنا يعني انا بعطي ارشاد لمعلمين انه كيف ممكن نعطي استراتيجيات للتدريس. هسه بتحكي عنها ست يسرى كيف ما احنا نعالج مصير الطالب فبكل انا شفت العالم انا 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 صرت شفت النور. جمل احيانا بتقطع قلبك احيانا تثلج صدرك لما انت بتعطي الطالب انه بالفعل. زي ما هسه بده يحكي لنا عمر عن تجربته علي. علي بده يحكي لنا عن تجربته كديش هو بالفعل يعني انت تضمن وتساعد مستقبل مستقبل هذا الطالب. لكن ما مصير الطالب الذي لا يحظى الى يعني هذا النوع من الدعم والمعالجه والتعامل؟ يعني هل نستطيع القول بأن يعني نحن نقضي على مستقبله؟ صراحة حتى الأبحاث رنين الأبحاث عالميا وحتى أبحاث يعني كل الباحثين أجمعوا على أنه كثير من أولاد بعصر تعليم اللي ما أخذوش الدعم والبيئة المحيط الداعم من كان من ناحية أهل وإن كان من ناحية مؤسسات هم في يعني بيروحوا لمنح الإجرام خلينا نقول حتى في السجون عملوا أبحاث لكيو إنه هذول خلينا نقول اللي مجرمين هم بالسجون أو اللي خالفوا القانون هم كانوا لو تمت معالجتهم صحيحة كانوا يعني. فإحنا بنحكي عن فشل مستمر بدون دعم يؤدي إلى طبعا يؤثر على مستقبل وجيل مستقبله صحيح. جدا وجيل صحيح. كامل صحيح. علي احكي لنا أكثر عن إيش بتواجه بالمدرسة؟ أنا عندي صعوبات بالتنوين وبالفتح وبالأحرف وبالقراءة ومرات لما أكتب إملاء بتخربط بين الأحرف مثلا زي الصاد بكتبها سين زي الطاء بكتبها تاء. هاي الصعوبات. واجهت صعوبات مع أصدقائك في الصف في المدرسة؟ لا ما كانش في صعوبات تقبلوك؟ لا كانوا يتقبلوني
في بس لا يعني حكيت لأكم من شخص عندي مع أصحابي يعني إنه عندي هاي الصعوبة التعلم. يسرى يعني أنت أيضا مرشدة ومدرسة وتتعاملي مع هذه المصاعب، وأنت أيضا أم كما قلت لي قبل البرنامج، أنت أيضا أم لطفل يعاني أو يواجه هذه المصاعب. ماذا تمر الأم أو ماذا يمر الوالدين؟ بصراحة إسا أنا بدي أحكيكي قبل، مش إسا أنا كأني معالجة، بدي أحكيكي شو كنت أحس كأمي. قبل ما أتعلم أنا الموضوع، قبل ما أصير معالجة للولد اللي عندي وعسر تعليم. أنا اللي خلاني ودفعني إن أنا أروح أتعلم هذا الموضوع هو ابني، لما كنت أقعد حديه بس يروح من المدرسة بدي أدرسه بدي أكتبه، بصراحة مش عارفة شو أعمل معاه. بأخذ معاي مثلا نقول أخوه بأخذ معاي وقت إن أنا أدرسه نص ساعة بينما هو 3 ساعات. صحيح إنه هو يجيب علامة 100، بس في فرق الوقت اللي أنا أعطيته إياه، هل هو نص ساعة ولا هو 3 ساعات منه جاب لي الامتحان 100. بس هذا الإشي أكثر إشي بحس فيه الأم، يعني قبل المعلم لما بيجيب لها الولد 100، بس بتعرف شو مر عليه بالبيت، شو كان في بالبيت، كيف درست أمه بالبيت. يعني بصراحة مبارح في أم اللي أنا عالجت بنتها بتقول لي من بعد ما إجت عندك بنتي وصارت تكتب وصارت تقرأ، بتقول لي أنا إسا عشت شفت حياتي، صار في عندي وقت ألعب معها، صار في عندي وقت أطفش معها. يعني بالأول نفس الشيء زي كيف ما أنا حكيت عن ابني إنه بنتها كانت تأخذ كل وقتها بالبيت بس للدراسة، حتى إنها تجيب هي 100 بالامتحان. هذا الإشي عن جد إنه زي ما حكت إنه عن جد بمكئيب، إنه بوجع بالقلب. نعم. موجع بالقلب إنه هو مؤلم. إسا لما ابني كبر وصرت أنا تعلمت الموضوع، بصراحة صارت حياتي كمان أنا تغيرت، صرت أعرف كيف بدي أتعامل معاه، كيف بدي أشتغل معاه، كيف بدي أوجهه. وإحنا كمان أنا بدي أحكيها إنه أينشتاين كان عنده عسر تعليم، صحيح من المدرسة. صحيح. طلع من المدرسة، شو قالت له أمه؟ قالت له أمه أنت طلعوك من المدرسة. قال لها لا طلعوني من المدرسة. قالت له أنت طلعوك من المدرسة لأنك أنت شاطر كثير كثير، وبدعم أمه وصل لمخترع. وهاي كمان أنا بدي أحكيها للأهالي إنه إحنا لازم نكون داعمين لأولادنا، لو شو بكون الولد بأي عسر بأي صعوبة عنده، إحنا لازم نكون داعمين له، نعرف وين بدنا نوديه، نعرف وين بدنا نوجهه، ندعمه بالبيت، ما نحبطوش. سمعت أستاذ علي؟ يعني مستقبلك كمستقبل أينشتاين إن شاء الله. إيش أنت أحلامك لما تكبر؟ أكون مشهور. مشهور بشو؟ مهندس. مهندس. إنه أكون مهندس كثير كبير. طيب نائلة، أريد أن أسألك، يعني عندما يعني نحن نشاهد هنا علي ويوجد الكثير من الطلاب التي تعاني وتواجه هذه المصاعب كعلي، أنت مشخصة في حال بعد التشخيص، بعد عملية التشخيص، ما هي الخطوات التي تبدأين فيها في المعالجة؟ هو صراحة بتعلق بالأهداف اللي احنا بنحطها. يعني احنا مثلا بعد التشخيص انا مثلا بوجه الأهل جلسة هدف التشخيص، لأنه بتعلق احنا بنحكي كمان في مرحلة الثانوية في ملائمات، في تشخيص مثلا في جيل صغير اللي هو بحاجة لفهم إدراكات الطالب، كل الطاقات الكامنة داخل الطالب. فبتعلق بعد التشخيص. طب التشخيص احنا منحدد وين بالضبط المشكلة، هي مشكلة بالذاكرة، هي بالاستيعاب السمعي، هي بالاستيعاب البصري، كمان منحدد نقاط القوة، أي خلينا نقول جانب طاقات كامنة هي مضيئة لهذا الطالب اللي ممكن تساعده من خلال هاي الطاقة الكامنة أي مجال هو. فإحنا بنحكي عن كل إنسان له جانب اللي هو ممكن يبكى فيه أقوى من جانب، وخلينا نقول قنوات سمعية بصرية، هذه هاي ممكن تساعد. يعني مثلا في طالب اللي ممكن يدرس، وإحنا شخصنا طلاب، ممكن طالب تدرس وحط موسيقى،
فعندها مشكله في الاصغاء والتركيز، بس اذا حطينا موسيقى هي بتقدر تدرس. انا اعتقد انا من هذا النوع. بالضبط. فاحنا بنشخص وين انه وين القنوات اللي هي مضيئه لهذا الطالب، حتى منها نخرج لطرق العلاج. هسه طرق العلاج هي عديدة، مثلا بالقراءة في استراتيجيات مخصصة للقراءة، بالحساب أو بالرياضيات في استراتيجيات خاصة للحساب، في التنظيم أحيانا طالب عنده مشكلة في التنظيم بتعطيه هو قراءته جيدة سلسة، طلاقة في القراءة، مشكلة في فهم المقروء. في فهم المقروء هو عنده مشكلة، لأنه عنده مشكلة أصلا في التنظيم، تنظيم التفكير. يعني إحنا بنحكي في ناس اللي عندها مشكلة في التنظيم العادي في الحياة، وفي ناس تفكيريا هم مشتتين، بيعرفش منين يبدأ بالقطعة، منين يخرج، منين يحلل القطعة. فإحنا بنعطي استراتيجيات اللي هي القوالب الذهنية، نحكي عن مخطط ذهني وانا يعني من تجاربنا اسالك نائله ويسرى، ايضا في المدارس العربيه يوجد صفوف للتربيه الخاصه طبعا. هل الطفل الذي يواجه صعوبات تعلميه هو الطفل الذي يعني يوضع او يكون في او ينسب لهذه الصفوف، لانه هذا هو الواقع اليوم؟ تفضل. مفيش مشكله. لا طبعا، لانه احنا صف اللي من الصف اللي انت حكيتي عنه هو صف للاولاد اللي عندهم تخلف عقلي، بينما الاولاد اللي عندهم عسر تعليمي وقدراتهم متوسطه او فوق المتوسطه، قدراتهم العقليه سليمه 100%، بس بيعانوا وهذا ما لا يدركه المعظم، بيعانوا من اضطراب في الجهاز العصبي. طبعا بعرفش اذا مناسب احكي ولا لا، عندنا احنا العقل مكون من هيموسفير ثنتين، صح ولا لا اختنا؟ مكون من هيموسفير ثنتين. الاولاد اللي عندهم عسر تعليمي بكون عندهم بس اضطراب بالجهاز العصبي بمنطقه اسمها بروكا. اس عند الاولاد اللي عندهم تخلف عقلي هذاك شيء ثاني بالمره. احنا بنحكي عن الاولاد اللي عندهم معدلاتهم فوق، يعني فوق الوسط، يعني قدراتهم العقليه سليمه، عندهم بكون الاي كيو من 90 وفوق. حتى في كمان يعني انا زي ابني كان 105 عنده الاي كيو، يعني المعدل طبيعي، بس هن عندهم اضطراب في الجهاز العصبي. وقت بقولوا عنه مرض، انا بصراحه الاشي بيوجع القلب، مش اضطراب، مش مرض ومش تخلف عقلي، بس اضطراب بالجهاز العصبي. طبعا ممكن نضيف هون ست رنين، انه موضوع انه احنا المنظومه في اسرائيل، منظومه المدارس عندنا، هي فيها مشكلة معينة، لأنه إحنا في عنا صفوف تطويرية في داخل مدرسة عادية. هذا الصف التطويري أحياناً بيجي عنا، طبعاً في عنا إحنا مناطق لواء حيفا، لواء المركز، لواء، في عنا مناطق، وهذه يعني الطالب ينسب للصف حسب المنطقة اللي هو بعيش فيها إذا توفر ذلك. طبعا المجالس المحلية أحيانا في ميزانيات، لأنه إذا بدي أنقل أنا طالب وعسر تعلمي لمدرسة اللي هي فيها بس متخصصة للعسر التعلمي، يعني أنا بشتغل في مدرسة اللي هي متخصصة للعسر التعلمي، كل الطلاب هم مشخصين بالعسر التعلمي، هذه المدرسة هي يعني طب يعني على من تقع المسؤولية؟ يعني دعني أقول لك، إذا تكلمنا داخل إسرائيل يعني من الواضح أن المجتمع اليهودي داخل إسرائيل لديه الكثير من الأدوات وطرق معاملة هذه الصعوبات، خاصة في المدارس وعند المدرسين. لماذا لا نرى هذه الطرق أو هذه الطريقة من المعاملة في المدارس العربية داخل إسرائيل؟ على من يقع اللوم؟ على الحكومة الإسرائيلية، على المجتمع العربي، على المدرسين، الأهل؟ أنا صراحة يعني من وجهة نظري أنه المسؤولية تقع على الجميع. يعني إذا إحنا بنحكي عن منظومة، بنحكي عن مجتمع، بنحكي عن مؤسسات، الجميع يتحملون المسؤولية في ضياع أي جيل. لأنه إحنا كأهالي، أنا إحنا دوائر بنكمل بعضها. يعني المؤسسة كمؤسسة رسمية، الأهل كمجتمع أو والمجالس كمؤسسة، إحنا بنحكي عن دوائر بتكمل بعضها. إذا الدائرة كان فيها دائرة من الدوائر كان في خلل معين، كان في عدم دعم، كان في عدم اكتراث لهذول الطلاب اللي هم نسب هائلة إحنا بنحكي، فبده يكون في فجوة
في العلاج واستكماله ودعمه. يعني إذا إحنا بنحكي حتى أنا شخصياً ألوم، هل هناك تغيير في السنوات الأخيرة؟ أنا أشعر، يعني بصراحة أنا أشعر بتغيير، أشعر بمجتمع أنه عم بوعى، يعني أكثر حتى وعي. أكثر وعي من ناحية أهالي، من ناحية كمان مدارس. ولكن نرجع ونقول أنه إحنا حتى المدارس بحاجة ل يعني خلينا نقول أخذ الجدية في أنه ندعم هذول الطلاب بشكل كبير. نائلة تلس أبو شقرة، مشخصة ومرشدة تربوية، يسرى عبد الغني أخصائية ومعالجة العسر التعلمي، علي الرائع الذي يعاني من هذه المصاعب التعلمية، بدي أشوفك أينشتاين إن شاء الله. شكرا لكم. بهذا أعزائي المشاهدين نصل لختام حلقة أخرى من برنامج المرآة. إلى اللقاء.